مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه ذا بريدج. ذا بريدج اول شيء هي بازل جيم، يعني اللي بتشغل المخ، ما فيها السكيل العالي. الجيم كلياتها 3 زرين. اوكي طبعا الزر اللي هو عم بستعمل كنترولر انا هلا، اللي هو الليفت والرايت. طبعا هذا فا عندك يمين يسار، ما عنده حتى زر نط. اوكي هلا الجيم كيف بدها تنعمل بالضبط؟ طبعا هلا مثلا شوف، هلا عم حاول يطلع ما عم يقدر. حلو، فانت عندك القوه انك تلف العالم. شوف كيف لفيت العالم هلا، صار يقدر يمشي. لفيته هيك على اليمين، دورته تمام. طبعا ما انتهت، طبعا في قصة هيك انه هو عم يحكي انه ما بعرف شو، وهذا بيته. وهلا بقى بده يبلش يحل الالغاز اللي موجود بحياته. عفوا. اوكي بريس كونتينيو. فخلينا نورجيكم شو الفكرة بالضبط. هلا هو هون بده يوصل على الباب اللي فوق تمام. فلحتى يوصل، طبعا ما عندك مشكلة زوقع من محل عالي عادي، لحتى يصل لازم تلف العالم هيك تمام وهكذا. شوف شلون وصل، تلف العالم، الجاذبية هي اللي بتتولى الموضوع. هلا بقى بدي اجيب المفتاح لحتى يفتح الباب. طبعا لحتى يمرق من هون لازم لازم يفك ال، شوف هلا هذا شلون. ايوه هيك لف العالم. هلا كل ما بتتعقد اكثر شوي شوي شوي. اوكي يعني في صخرة، إذا إجيت راح ينفايس. طبعا لازم يكون هلا هذا حينفايس بالصخرة. هلا قتل، لما تكبس بي ترجع. طبعا انا ما بعرف قد شوف الزر على الكيبورد، ترجع الدنيا لورا، نبلش نرجع نحل الموضوع من اول جديد. طبعا هلا انت ممكن ترجع على وقت اقرب، يعني هلا مثلا هيك، مو شرط ترجع للاول. الاول مثلا حابب انك ترجع بس لحد هون. اوكي خلص بتشيل ايدك من قلبي. ماشي هلا لف هيك، مفروض نعدل الباب عشان نقدر نفوت منه. اوكي هاي هي كل الجيم، هذا هو المبدأ تبعه. طبعا حلو رسمه هيك، مبين كأنه مثل الرسمة بقلم رصاص. اوكي شيء اي طيب نرجع هيك. طبعا بيقدر ما بيموت اذا نط من محل عالي، بس بيموت اذا لمس الكره. نروح نجيب المفتاح. ايوه هاي الكره هنيك صارت، نرجع نقلب هيك مشان نقدر نوصل للباب. بدك تنتبه انه ما لا تضربك الكرة ولا انك تقع برا العالم، فلازم تضل يعني هون. اوكي هاي هي الجيم يا شباب، ذا بريدج. اللي بيحب هذا النوع من الالعاب ترى ظريفة، يعني فيها هيك تشغيل مخ،
يعني شوف مثلا هاد بدك تخلي المفاتيح يلفوا هيك لحتى يصلوا لعندك عشان تقدر تجي تروح تفتح الباب. تمام شايفين؟ فالمهم هي ذا بريدج ظريفة حلوة هيك خفيفة، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير والقصص هاي، وشوفكم بعدين. سلام.